دكتور دونك اليوم يعني الشباب الوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية نظمت يوم تحسيسي يعني للتحسيسي في الآفات المنشطات البارح، يعني الغرفة الأولى صادقت على بالإجماع على قيد المحاربة المنشطات، واش هذا اون كوانسيدونس ولا شي حاجة يعني زوينة بالنسبة ل بسم الله الرحمن الرحيم. هي كوانسيدونس سيغ، لانه الوقت اللي كان عند مشروع القانون هو كان مشروع القانون اللي كان واخذ المجرى ديالو العادي. البارح كان مصادقه عليه بالاجماع في الجمع العام ديال مجلس المستشارين، لانه كان فات في المجلس النواب ودابا داز في مجلس المستشارين وصدقوا عليه بالاجماع. هذا كانت كوانسيدونس لان كان مقرر. اما هذا اليوم التحسيسي اللي هو ماشي غير المنشطات، اللي هو اللي حنا عاملينه باش نحسوا اللاعبين اللي غيمشيو للالعاب الفرنكوفونيه من ناحيه التغذيه، من ناحيه الامراض اللي يمكن لهم يصادفوا في افريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم المنشطات. اذا هو يوم تحسيسي اللي كان مبرمج هذه اكثر من شهر ولا شهرين، ولكن حتى مشروع القانون واخذ المجرى ديالو وصل لهذه المرحله هذه. ولكن كيف كتقول هي حاجه يعني مفرحه ومفرحه بزاف لينا كوزاره. دكتوره يعني تنعرفوا بان الوزاره يعني كتقوم بمجهود جبار باش تحارب هذه الافه ديال المنشطات، يعني شكون هي المجهودات يعني الكونكريتمون اللي كديروا بها في الميدان على الارض الواقع باش يعني تحسوا الابطال والبطلات باش يبعدوا من هذه الافه اللي هي خطيره على الصحه؟ هو على اي حال المجهودات ما متوقفاش، ماشي ما المشكل ما كانش عندنا قانون نقولوا بان ما كانش المجهودات وما كانش الاشتغال ساري، وكنا كنتسناو القانون لانه القانون غيعطينا واحد القوه اكثر. اذا هو المشروع ديال التحسيس، كاين عندنا مشروع تحسيس في العام كامل، برنامج تحسيسي اللي كيقيس جميع الرياضات وبجميع الفئات ديالها. اذا وهي كل جامعه مشكوره عندها برنامج ديالها، وحنا كوزاره كنواكبوا هاد الجامعات اللي كتقوم بالمجهودات اللي خصها تقام. وكنظن بان الحمد لله من ناحيه التحسيس والتربيه على تعاطي المنشطات على الحد منها هو غادي في مساره الصحيح. دابا اللي كان الا كان عندنا قانون غادي يكون عندنا واحد القوه اكثر لالزاميه هاد لي كونترول، وحتى هادو التحسيس يكون بصفه دوريه وصفه رسميه يعني.
بالنسبه للكليما حنا غادي نمشيو ان شاء الله في جويي كيكون الشميشه ما كايناش بزاف شويه دونك 4 سوايع بار جور تقريبا ومره مره كتنقط الشتاء والحراره كتكون ما بين 24 درجه حتى 29 درجه وبعض المرات تهبط حتى 18 وبعض المرات تطلع حتى 32 درجه. اذا غنشوفوا الامراض اللي هي منتشره بزاف في كوت ديفوار كاين الامراض اللي كتنقل عبر الدم ولا الجنس كاين الامراض اللي كتنقل بالبول اللي كتكون في باب بيكور دانسيك ولا اللي كتكون عندها كاركتير انديميك ولا ايبيديميك ولا الامراض اللي كتكون كتنقل عبر الماء والاكل المتلوث وكاين الامراض اللي كتمشي بار كونتاكت ديال مع الحيوانات.